السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخامس عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الكاف لسنة 2023، وأطارت قائمة الكاف الصادرة العديد من علامات الاستفهام، وذلك بالنظر إلى القرارات الغير منطقية. وشهدت قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية غياب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز الذي توج بلقب البريمير ليج ولقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، في حين أن القائمة عرفت تواجد المغربي أشرف حكيمي الذي توج بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان فقط. وسينافس أشرف حكيمي كل من المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمان. وخرج اليوم رياض محرز عن صمته ونشر عبر حسابه الرسمي في الانستغرام ستوري كما تشاهدون في الصورة، وهذا تعبيرا عن أن الكاف ظالمة ولم تختاروا بالمصداقية بل بالكواليس. وأنتم مشاهدينا شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.